وجيت على أستراليا وأنا كمان مش عم فكر أبدا، ما فيش عندي خطوات فكر فيها إنه أنا رح سجل يوم من الأيام أو رح أعمل هيك أو رح أعمل هيك، ما فيش أبدا. فالكنيسة اللي أنا نزلت ابتديت أحضر فيها كانوا بذات الوقت عم بيصلوا عم بيقولوا يا رب يا ريت تبعث لنا شخص بيرنم أو مرنمة أو مرنم حتى يصير قود ترانيم بالكنيسة. أنا مش عارفة بهذا الـ even الصلاة إنه هني كانوا هيك، إنه هني كانوا بيصلوا، كانوا بيصلوا بالأصل. قعدت تقريبا فترة سنة ما قلتش لحد إنه أنا حتى برنم. بعدين صار في فرصة وابتديت رنم بالكنيسة وبعدني على مستوى بس جس الكنيسة. فأجوا جروب من الكنيسة قالوا لي شو رأيك يا أخت فادية إنه نحنا نحط مبلغ معين من المال وانت تروحي تسجلي لنا هالترانيم اللي ترنميها بالكنيسه، حطي لنا اياها على سيدي. على سي دي ونصير اتليست نسمعها بالسيارات ونسمعها بالبيت، مش بس ننطر نهار الاحد تنجي نسمع. قلت اوكي يعني. فاجوا والشخص اللي قام بالموضوع كمان كان موجود، يعني تسهلت بطريقه مش طبيعيه. بمجرد عده اسابيع كان السي دي اوريدي طالع. من بعد فتره تقريبا كذا شهر حدا زائر من مصر اجى على استراليا واخذ السي دي وراح فيه على مصر. بعد فتره تقريبا كذا شهر كنت انا ما بعرف وين كنت بمحل وفي التقيت مع شخص بيقول لي هو كمان زائر من مصر، بيقول لي حضرتك فاديه؟ قلت له يا. قال لي فاديه بزي؟ قلت له انا يا. قال لي انت ما تعرفيش شو اللي صاير بمصر وانت مش. وابتدى يحكي ب صاير شغلة كتير كبيرة والربع بيستخدم الترانيم وأنا بتطلع فيه شو عم تحكي أي ترانيم يعني مش مستوعبة إنه ممكن الرب يكون أخذ الترانيم وعمل فيها استخدمها بهيدي الصورة. من بعد هذا الاختبار ابتديت هيك أشعر إنه الترانيم مش بس يعني مش بس هوبي، مش يعني اداء او مجرد مش بس اداء يعني ومش بس انه هيك يعني شغلي انا بحب اعملها بالكنيسه، لا هي في إلى كولينج، في إلى في دعوه. ابتديت اشعر بالدعوه مش هوايه، دعوه. لا ابتديت اشعر بالدعوه مش بس بالهوايه انه كانت هوايه عندي. فابتديت انا احس بتقل الدعوه انه انا يعني انا الرب حاطط شيء بايدي وانا لازم احافظ عليه ولازم استخدمه صح. فابتدت هيك الابواب شوي شوي تتفتح.